نيابة. كنت قلت لحضراتكم دخل معانا يوم السبت اللي فات كابتن حسام حسن كابتن مصر والمدير الفني لنادي الزمالك، وحكى وقعة حصلت له في طريق صلاح سالم او الاوتوستراد على ما اذكر في مدينة نصر، وقال ان في ناس طردوه، وقال انه سمع اطلاق نار، وقال انهم كسروا له ازاز العربية، وانه نزل اعتدى عليهم، وانه تنازل عن المحضر في النهاية. وما كنتش فاهم هو التنازل هم بلطجية ولا غضبانين، لان البعض بيصنفوا على انه ضد الثورة ولا ايه بالظبط ما فهمناش، لكن كانت هذه حكايته. قريت الجرايد لقيت في تضارب في الحكايات، لقيت كلام على لسان كابتن ابراهيم حسن قبل ظهور كابتن حسام وهو بيقول ده كان حادث عادي والحكاية ما بنتش، لقيت كلام منسوب في جريدة الاخبار للاستاذ مجدي نجيب اللي هو كان في هذه الواقعة وبيقول كلام تاني خالص. فقلت لا، حق الرد هنا، الاراء كلها احنا ما بنقدمش صوت ونخفي صوت. بحثنا عن تليفون الاستاذ مجدي نجيب وهو معانا على التليفون. مساء الخير يا استاذ مجدي. مساء النور يا استاذ خالد. يا استاذ خيم اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ مجدي، ممكن تحكي لنا هو ايه اللي حصل بالظبط؟ لان الكابتن حسام حكى حكايه وانت حقك انك تحكي حكايتك. لا حضرتك برضو انا هقول لحضرتك ايه اللي حصل بالظبط، وحضرتك تتاكد من كلامي اذا كان صحيح ولا غلط. ممكن حضرتك تتوجه للشرطه العسكريه اللي تحت نادي الجلاء اللي عند كوبري الجلاء تحت قدام النادي. طيب ممكن بصوت شويه بالراحه علشان الناس تسمعك يا استاذ مجدي؟ اوكي حضرتك. اتفضل يا استاذ مجدي. بقول لحضرتك لا حضرتك برضو انا هحكي لحضرتك اللي حصل بالظبط. تمام؟ اتفضل يا استاذ مجدي. اللي حصل احنا بننزل كل يوم عادي بشغلنا انا واخواتي مع بعضينا. بتشتغل ايه يا استاذ مجدي؟ انا شغال مندوب توصيل خدمات الجهات في عباس العقار. تمام. تمام؟ فكل واخواتي واحد شغال محطة الدينامول والاثنين التانيين معاهم محل الدينامول شغال بتاعهم هم. تمام. طيب؟ فكل يوم بننزل مع بعضينا عادي في ميعاد واحد. على عشان نروح شغلنا. تمام. فماشيين عادي في امان الله في صلاح سالم من اول من عند سور الكوميه الحربيه. فبص لقيت عربيه بي ام سودا رمت عليا على العربيه اللي جنبي كانت هتفحصني. فجريت حصلته انا ما اعرفش مين هو كان. فجريت حصلته عشان اقول له بالراحه وخلي بالك انت كنت هتموتني. فلقيته فتح اللي بيقول لي طب وايه يعني لما موتك؟ كلب وراح. قلت له نعم. قال لي ايه يعني لما تموت؟ كلب وراح. مع ان دي مش لغه كابتن حسام خالص يعني. والله غريب. والله لا انت بتحكي روايتك انا بس بعلق. ده اللي حصل برضه، ده اللي كان السبب في المصدر. تمام. لما قال لك كده عملت ايه؟ انا جريت وراه الصراحه. تمام. وبعدين؟ الكلمه الثانيه طلع جريت وراه حصلناها عند كوبري الجلاء. الكوبري في اوله كان واقف وقفنا قصاده. تمام. ايوه. راح خبطنا بالعربيه عشان يطلع ثاني مننا. معرفش ده خوف ولا كان ايه بالظبط. احنا والله ما كنا عايزين نعمل حاجه، احنا كنا عايزين نقول له ليه تلاقي ايه الكلمه اللي حضرتك قلتها ديت؟ احنا بني ادمين مش نقاط للدرجه دي. فجري تاني خبطنا وجري تاني ما لقاش فرصه ان هو ينفذ من الزحمه. دخل عسكري تحت كوبري الجلاء. تمام. اعترضت الشرطه العسكريه ووقفته. امال امتى كسرتوا ازاز العربيه؟ بعد ما وقف لان الجيل حاول يمشي ثاني رحنا كسرنا ازاز العربيه عشان نوقفوا احنا وسوع الشرطه، يعني سوع الشرطه وقفوه. كسرت تمام؟ كسرت الازاز بايه؟ بمرايه الموتوسيكل والله العظيم. تمام. مرايه موتوسيكل. تمام جميل. قعدت اسيب على الازازات لما فبعد كده نزل الكابتن حسام العربيه حتى ان هو يعني ابتدى بقى في هزار وزعيق وشتيمه والكلام دوت. اول واحد اتعرض له كان خالد ابنية لابس نظاره، فراح كابتن حسام ضربه ببنيه الازازه بتاع النظاره اتكسر في عين خالد ابنية. تمام. اتعور طبعا. انت لما لو انت مطرحي وشفت اخوك بينشف انت ممكن تعمل اي حاجه. كويس. تمام. طبعا ابتدت بقى مسدة كلاميه وانزعق والناس اتلمت والشرطه العسكريه حوطت علينا وفي عقبه خرجوا من نادي الجلاء بيتكلموا معاه هو نفسه شرفت على واحد منهم وزقوا. تمام. ايوه. فاثناء الكلام دوت اتنرفزنا تاني على بعض وابتدى ثلاث مسكين تاني زي ما ضربنا ضربناه. كلام جميل. بعد كده حضر المقدم خالد من الشرطه العسكريه واخذنا واخذ الموتوسيكلات وخذ الكابتن حسام. انتوا كنتوا موتوسيكل ولا اثنين؟ احنا كنا اثنين. تمام. تمام.
وطلعنا عسكريه 21 بتاعت قياده الشرطه العسكريه اللي في الساعه 4:30، واتفتشنا اول ما وقفنا اول مره وقفنا عند الشرطه العسكريه قالت ان احنا ضربنا عليه نار. الناس فتشتنا وفتشت موتوسيكلاتنا ما لقوش معانا اي حاجه من الكلام دوت. ومجرد ما وصلنا الشرطه العسكريه القياده العسكريه هناك برضه فتشنا تاني وفتشنا كذا مره، وبرضه الكابتن حسام مصر ان احنا ضربنا عليه نار وان احنا اتنفضنا عليه كويس. ايوه بس ده كله كل اللي احنا عملناه من دافع ان انت غلطت فينا ومشيت، وبرضه لما جينا نوقفك شتمت، ويعني يعني انا مش عايز اقول لحضرتك الالفاظ طبعا اللي اتقالت. تمام. اتعمل هناك اتعمل محضر حتى اخرها الكابتن خالد قال لي احنا هنعمل محضر كل الكابتن حسام وشوفه راسي. قلت له يا فندم بعد اذنك احنا مش هنشوف راس حد لان احنا مش غلطانين، ولو الكابتن حسام عايز يوصل لاي مكان احنا ممكن نروح معاه. احنا في معانا واحد متعور وفي ناس شهود كتير من الشرطه العسكريه من عندكم اللي وقفوا، واللي كانوا العقباء اللي هم بتوع نادي الجناء اللي موجودين واقفين معانا وهم شهدوا تمام بالكلام دوت. فاحنا فعلا لو كان معانا سلاح وضربنا على الكابتن حسام نار كان اقرب ناس هم سمعونا واقرب ناس كانوا لقوا معانا سلاح. طيب وصلنا لايه يعني بعد كده؟ وصلنا ان احنا عملنا مقتل صلح واتصورنا مع الكابتن حسام وضحكنا وعرضنا ومفيش اي مشاكل وخارجين. حتى الكابتن حسام اخذ رقم تليفون واحد مننا وقال ان هو هيجي يقعد معانا في جنينه مول وهيجي لي المطعم بتاع بيت هات ويقعد معايا، وخارجين بصف ونيه مفيش اي حاجه تمام. تمام. حتى المقدم خالد يسال عن الازاز بتاع العربيه، الكابتن طارق سليمان كتر الف خيره قال لا انا مش عايز تعويض عن الازاز لان دي شباب غلابه وكويسين، انا مش عايز تعويض ومستغل عن ايه؟ عن حق الازاز. كويس. يعني مشيت له صافيه لبن يعني. وخرجنا عادي مفيش اي مشاكل يا فندم. هو انت في المظاهرات بره يا استاذ مجدي؟ انا انت في المظاهرات بره؟ لا انا في الشارع بس جنب منه في مظاهرات. المظاهرات دي فين؟ عند الاذاعه والتلفزيون. اللي قدامنا بره هنا. انت بتشارك معاهم؟ لا انا جاي في مشوار. في مشوار؟ طيب اوكي. ماشي يا استاذ مجدي بشكرك جدا. انا اصل مستغرب من الهيصه بس انا عارف الهيصه دي سامعها طول ما انا قاعد بقالي ساعتين بره سامع الاصوات، فعارف اخواننا بره مش راضيين يهدوا يعني صوتهم بيجلجل الدنيا. دي كانت الحدوته سمعناها من الكابتن حسام وسمعناها من الاستاذ مجدي، وكل واحد حقه يروي روايته والمحضر موجود. نتمنى انها تكون صفحه وخلصت وتبقى الحقيقه قدام حضراتكم. حوالي 2000 طالب وطالبه من داخل كليات جامعة القاهرة النهاردة خرجوا في تظاهرة داخل الجامعة طالبوا بإقالة رئيس الجامعة ومدى الكليات وحل الاتحادات الطلابية. مفترض الاتحادات خلاص هتتعاد الانتخابات تاني عشان الانتخابات اللي فاتت كان فيها تدخلات ولم تكن أمينة، فضلا عن تغيير اللائحة الطلابية لما بها من تعسفات ضد الطلاب واختيار رؤساء الجامعات والعمداء بالانتخاب. وأكد الطلاب اللي تظاهروا أمام القبة الرئيسية للجامعة وأمام عدد من كليات الجامعة ضرورة تسجيل كل الطلاب اللي تم استبعادهم من المدينة الجامعية لانتماءاتهم السياسية. كله بيفور وبيغلي. يعني المصريين الحمد لله وصلنا دلوقتي لحد 100,920 مصري. طبعا لسه كتير قوي 920 واحد فوق 100,000 بس، يعني عندنا اكتر من مليون لسه موجودين في ليبيا. وصلت لمنيا الإسكندرية السفينة سامسون والفرقاطة جليبولو التابعتين للبحرية التركية جايين من ليبيا. السفينة التركية كان عليها 1053 مصريا ومواطنا واحدا أسترالي الجنسية، والفرقاطة بتحمل 81 مصريا. كان القنصل العام التركي بالإسكندرية في استقبالهم ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء سيد هداية، وقام رجال القوات المسلحة والجوازات بإنهاء كافة إجراءات الوصول العائدين بسرعه جدا وذللوا لهم كل العقبات اللي قابلتهم عشان الناس جايه منهكه تماما يعني. وصلت ايضا الى ميناء الاسكندريه سفينه يونانيه جايه من بنغازي عليها 517 راكبا بينهم 37 مصريا و19 لبنانيا والباقي من جنسيات مختلفه. اللي جه عن طريق المطار، انا اسف، ال 100,920 عن طريق المطار يبقى العدد اكبر من كده، بس ما زالت اعداد برضه قليله قوي يعني. احنا
طمعانين ان احنا نقول مليون وندور على 200 او 250 الف اللي باقيين هناك ونطمئن عليهم اخواننا هناك. ما زالت الاشياء كما هي. مش عارف ليبيا اتاخرت يعني، كان الايقاع سريع وبنقول ان الدنيا قربت قوي، بس ليبيا اتاخرت. بس جايه هتروح فين؟ موظف بالشهر العقاري، رجل محترم يشهد له مديروه بالكفاءة والتفاني في العمل، هو خريج كلية الشريعة والقانون من محافظة كفر الشيخ. هو الرجل ده اللي اسمه كان مستخبي وظهر أخيرا. ده موثق الشهر العقاري الذي ذهب إلى السيد محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق وزوجته وأولاده، وخد منهم توقيع على توكيل لأحد المحامين للترافع عنهم أمام المحاكم في كل النزاعات القضائية المتداولة حاليا ومستقبلا. كيف ذهب الأستاذ أحمد الشافعي؟ مين اللي طلبه؟ لسه مش معاكم. طيب لما راح شاف إيه؟ قابلوه إزاي؟ حالتهم شكلها إيه؟ ده اللي هنعرفه من الأستاذ أحمد الشافعي اللي موجود، الموظف بإدارة شهر عقاري بمدينة الطور، بعيد جدا وإلا كنا تكرم علينا واستضفناه النهاردة. الخط قطع، طب حاولوا تتصلوا بيه تاني. هيكون معانا الأستاذ أحمد الشافعي يحكي لنا بس هو شاف إيه. هو حد من المحترمين، كان لغز وتعرفين كان في شائعات كتير عن سفر الرئيس وأفراد أسرته، وكنت مندهش جدا من الجرايد وهي بتنشر الخبر بالبنط العريض وتقول لك انفرضنا وكالات الانباء ماتت يا عيني واغمى عليها لما شافت وبتاع، وبتطلع الاخبار مش حقيقيه بعد كده. بس ما حدش بيعتذر، ما احنا في هيصه، كل اللي عايز ينشر حاجه بينشرها. يا جماعه قفل تليفونه ولا الخط فصل ولا ايه بالظبط؟ طيب